في محطة استحقاقات انتخابية، صراع ديال الأفكار وديال البرامج، ماشي صراع ديال جلب هذا المرشح لأنه غادي يجيب هذا المقعد، أو السعي وراء ترحال ذاك المرشح من حزب آخر سعيا وراء كسب انتخابي، وتقليد صارت عليه الأحزاب في الديمقراطية الغربية. قادة الأحزاب ينزلون إلى الانتخابات بكتب ببرامج، وما تيخيطوش الدولة بحثا عن المرشح فقط اللي غادي يجيب المقعد. احنا مع كامل الأسف نأمل أن ترتقي ديمقراطيتنا، والاتحاد الذي دأب دائما أن يكون المبادر سياسيا، الاتحاد الاشتراكي واللي ساهم في تطوير القاموس السياسي في البلاد، نأمل أن نسن شيئا جديدا، ويولوا زعماء أحزابنا في هذه المستحقات يخاطبوننا بتحليلاتهم بأفكارهم ببرامجهم، ماشي بكلام الخوي. شكرا.